الناس المتابعين ديالي اللي كيديروا لي لي لايك ولي زابوني وكيشجعوني وكيدعموني باش نزيد اكثر فاكثر بكم نتوما، بان انني كنزيد القدام وكنزيد فيديوهات اخرى وكنزيد افكار اخرى. شكرا لكم بزاف حيت كدعموني، شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، كنبغيكم بزاف. تحية الناس كاع الناس، شماليين طنجاويين تطوانيين وكازاويين، تحية المغرب كامل، المغرب الزوين، تحية لكم. إوا اليوم جيت لكم موضوع جديد، هذا موضوع يعني كازاوية في اس شمالية، ده اللي كيعجبوهم الهضرة شمالية وطنجاوية وتطوانية، اللي كيعجبوهم هنا جيت لكم بالهضرة اللي بغى يعرف الفرق ما بين كازاوية والشمالية، يتبع الفيديو حتى الاخر. ايوا خليكم معايا، كنبغيكم بزاف. السلام عليكم، كيف نتوما؟ مزيانين؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا مزيان، معكم بسمة الشمالية. بسم الله على بركة الله، في نظركم باش نبداو؟ ثلاجة، نبداو بالكوزينة. ثلاجة بسمة الكازاوية، غادي تقول لكم ثلاجة كازا، كازا الكازاوية، وهذه غادي تقول لكم ثلاجة بالشمالية. يلا قولي انت شنو هي ثلاجة بالشمالية؟ اياها العيلة، حنا تنقولولها النبيرة. ما كاين صابون لا ماشينة لافي اللي كنزبلو فيها. شنو هي بالشمالية؟ ما كاين صابون ديالكم، حنا تنقولولها لابادورة. ودابا وصلت لكم صليديلة، وصلت لكم صليديلة، في نظركم شنو كيقولوا لها بالشمالية؟ حنا تنقولوا لا تانكلا. ايوا عشاق البيمو، حنا كنقولوا بيمو، ولكن الشمالية شنو كيقولوا في نظركم بيمو؟ الحبيبة، حنا كاع تنحبوه. كيكيس ولا كيكيسة هكذا تنقولوا له. ايوا لافابو، كنغسلوا فيه الماين، كنغسلو في يدينا بالماء والصابون على كورونا. في نظركم الشماليين شنو كيقولوا لي؟ بعيداش عليكم، الا نتوما كنتو كتقولوا لافابو، حنا تنقولوا لابابو. ايوا عشاق الخضر، جيت لكم شويه بالخضر. ايوا ماما الشماليين شنو كيقولوا للباربا؟ انتينا كتكلم على الليموراتشا، مزيونه يا الحبيبه وصحيه. وخيزو الحبيبه ديالي حنا تنقولوا له جعده. ايوا دابا جيت لكم شويه الديسير. اي بعويد شنو كنقولوا ليه بالشماليه؟ تنقولوا له يا لالا لانغوس. ايوا اختي قولي لنا الليمون، ليمون اورانج، ليمون ليمون اللي كنعصروه، كنعصروه كنشربوه، كنشربوه كنشربوه في الصباح اللي فيه فيتامين سي. ليمون اورانج، اورانج برتقال، اش كتقولوا ليه نتوما؟ حيت نتوما قاربين ما بين ليمون والحامض، كاين ليمون وحامض، نتوما قاربينهم، اش كتقولوا ليهم؟ شنو هو الفرق ما بين ليمون والحامض؟ اش كتقولوا ليهم؟ يا الحبيبه عندك الحق، ليمون اللي كنعصروه كنشربوه في الصباح كنقولوا له لوتشين، والحامض تنقولوا له الليمون. ايوا اختي قولي لينا الربيع، الربيع اللي كنقرضوه بميصة كنديروه كنطيبوه بيه، كنديروه في سلطة، كنديروه حتى مع خيلوطة كنطيبوه، اش كنقولوا ليه بالشمالية اختي؟ تنقولوا له الرجلة. ايوا والناموسية اش كنقولوا ليها بالشمالية؟ ايوا حبيبة ديالي هاديك سميتها الكرامة اللي كنعسو عليها ورتاحو فيها. ايوا والبولة، البولة اللي كتكون في الحيط اش كتقولوا ليها؟ كتقصد البومبية. ايوا والطرنوفيس اللي كنحلو بيه الفيسات وداكشي شنو كتقولوا ليه؟ كتقصد طورنيو ولا ستونيادور. جافيل، جافيل كيعرفو كلشي، كنصبنو بيه
شنو بين ما عندي فوبي كل شيء شنو بشمالية يا هالعيلة حنا تنقولوا له اللي خيا ايوا شتو الهضرة ديال طنجاويين كيفاش دايرين شو الهضرة ديالنا احنا كيفاش دايرة ولكن كنبقاو حنا كلنا مغاربة كلنا مسلمين والحمد لله على نعمة الإسلام احنا كنبقاو ديما احنا كلنا مغاربة وكلنا مسلمين وكنبقاو مغرب كامل ايوا النهاية غادي نخليها الشمالية هي اللي غتقولها لكم اسماء كتحبكم بزاف بزاف وبيكم كتزيد القدام ايوا ما تنساوهاش عملوا لها لي لايك وعملوا لها ابوني واللي عنده الانستغرام يدخل عندها بسمة تيغاب لويت صابيري ودابا خليت لكم الراء لهنا ورحت البال.